المحمديه خصو يتخلطوا. اسامه بغيت نعطيك واحد السؤال اخويا، واش اللعابه الاخرين اللي سيناو في الفرقه واش خداو شي منحه ديالهم عطاهم شي حاجه؟ لا سواعده شوف وسعيد سواعده وسعيد مازال ما خداوش، ولكن اللاعبين اللي جابوهم شويده وجابوهم قصوم، واش بالله عليك واش قصوم؟ عاطي اللعاب وسالك حمدي عاطي اللعاب مليون ونص جوج مليون، انا غنوريكم هادشي كامل. ولاد محمدي انا الخالدي لا الطوق، واللي بقى بيا انا هو ان الدراري ديالهم انا هما اللي هزوا هاد الفرقه هاد الخمسين باش بقى سميتها الخالدي. وعباد الله المرابط وعباد الله الكل كنحشم الله صاحبي، ما تكونوش ضد بعضياتنا كون ضد ولادات ولاد الدراري ساكنين بيها المستقبل ديالهم. سامي اللي ضاع علينا، سامي اللي كان احسن من وسامي والدراري حشومه والباش اللي كيطلب ما عندوش في الهضره اللي كان رئيس ديال اللجنه المؤقته في شخص محمديه بريس وفي شخص جماعه المحمديه. شوف باش ما نقووش لا بريسيون على هاد الناس، على هشام هاد الناس باش يعاونوا الفرقه. انا نشرح لكم علاش قالها لهم هشام، ما عرفش القانون، ما كيعرفش بانه خالد محمدي بريس جريده الكترونيه عندها واحد البطاقه ديال الصحافه، عنده الحق انه يوجه لوقعه الملعب. داكور، من ناس كان خايف هشام ما حقه، كان خايف من هاد الطفيليات اللي كيهضروا عليهم. هما اللي خاصهم يتحاربوا. وما تخبروش شكون اللي مشى لكيران، بهديه الزوالي انا وياه في العشيه كنتصنتو المقابله وكنحيط على الناس وندارو شي تقالوا لينا دخل فلان وفلان وفلان وفلان. درت التحريات ديالي، عيطت للجامعه سولت الاخوان قال لك احنا جابوا لينا العرش معاه ورقه خبيه وحطوها فيها الكاشي الشباب ومسيني فيها. حيت هو اللي رئيس دابا نكونوا واقعيين، هو اللي رئيس كاين في الجامعه، حيت الجامعه بقى في 2011 كيف بي حطوها عندهم الحق يديليتي مع هذيك الوريقه فيها فلان فلان فلان، كيف خصو يدخلوا؟ اذا هاد الناس لعبوا بينا حنا كجمهور ولعبوا بالفرقه اخويا. واخا خالد خويا راه لعبوا بينا حنا ولعبوا بالمدينه ومازال كيلعبوا، وكون على يقين خالد شتي هاد الاسماء اللي كنحكي فيهم والله اذا تابعين الفرقه، علاش غادي هناك فرقة الوطن ديالهم؟ غادي عندهم وكتقصهم قالت كتعنيك في اللعابه وكتدوي مع اللعابه، شنو اللعابه كدير لهم؟ توا القشح كدير المورال اللي كيبقى في المال، اخشي نقولوا تحشموا، اخشي تكمشوا، وهاكا وهاكا نلقاو فضحوكم، غادي نلقاو فضحوكم واش كديروا؟ وهاكا سيرت وحدهم هاد الفرقه. اسامه خويا الله أخوة. انا كنعرفك وكنعرف رغم الاختلاف اللي كان عندي معاك ورغم بزاف ديال الحوايج كنحترموا الحمد لله بعضياتنا، فما كاينش شي حاجه اللي غتفرق بيناتنا ولا يعني انا كلا تعاملت مع اسامه كنتعامل مع اسامه ولد المدينه ولد البلاد كنعرفو صديق الدراسه، ولكن اسامه ملي كان مسؤول راه خدم عندنا النقد ما فيه الكفايه.